شرف بك. لا نحن سكن عمر عبد الرحيم زكي محافظة الأقصر. أهلا وسهلا بك عمر. كلمني عن حرصك النهاردة على حضور مؤتمر لدعم الرئيس السيسي. ندعم احنا طبعا القيادة السياسية في محافظة الأقصر دعم تام وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى الخير القادم بإذن الله لمحافظة الأقصر وجميع محافظات مصر طبعا أولا، والأمن والأمان والاهتمام بالشباب. وطبعا احنا كمحافظة الأقصر الاعتماد الأكبر على السياحة، نتمنى من السادة المسؤولين الاهتمام أكثر بالقطاع السياحي، لأن محافظة الأقصر هي اهتمامها كله على السياحة، وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله، ويولي من يعدل بإذن الله يا رب. إن شاء الله الخير قادم بإذن الله. شكرا.